السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخواني، كيف الحال؟ شو أخباركم؟ اليوم ما شاء الله البحر خواهر، والرؤية ما شاء الله الرؤية عجيبة. اليوم إن شاء الله عندنا تصوير في مكان استثنائي. المكان هذا شاطئ قلقلي. طبعا الشاطئ الجميل هذا ما تقدر توصل له إلا عن طريق البحر، يعني تركب طرادك من مينا خورفة كان وتتحرك توصل للشاطئ هذا. شو اللي تميز الشاطئ هذا؟ الشاطئ هذا يتميز أول شيء تبتعد عن الإرسال، ما في موجات كهربائية، ما في إرسال للتليفون، يعني راح توصل المنطقة هذه لا إرسال ولا شيء. إذا تبغى تريح نفسك أوصل المنطقة هذه بدون إرسال بدون تليفون. ورقم اثنين اللي يميز المنطقة هذه إن المنطقة هذه الشاطئ أبيض والرملة بيضة والبحر رؤية فيها ما شاء الله عجيبة. طبعا ان شاء الله العمق في المنطقه هذه بالكثير ان شاء الله العمق راح يكون من 10 الى 12 متر. راح نبدا من بدايه الشاطئ لين ما نوصل طرف الجبل. احتمال كبير العمق يكون في المنطقه هذه من 12 الى 13 متر، واللي يتوقع ان شاء الله نشوفه في المنطقه هذه كائنات بحريه اللي هي اسماك المرجانيه وبعض انواع المرجان راح نشوفها ان شاء الله. راح نشوف فيها احتمال إذا صادفنا اليوم نقدر نشوف فيها أسماك الكنعد، ونقدر نشوف فيها احتمال نشوف فيها أسماك القرش اللي هي الزعنفة السوداء. طبعا أخواني حاليا مع اقترابنا للشاطئ تلاحظون معاي وجود سواح على المنطقة هذه، منطقة شاطئ القلقلي. طبعا المنطقة هذه كل أسبوع نهاية الأسبوع فيها سواح أجانب أو مواطنين أو مقيمين دائما يخيمون على المنطقة هذه ويستمتعون بالبحر. أول شيء قلنا لكم ما في أرسال، ما في شيء، بعيد عن الأمور كلها. هذا السواح يجون هنا يستمتعون بالغوص بالسنوركلينج اللي هو الغوص السطحي أو بالسباحة استجمام. طبعا يجون قبلها بيوم يباتون ليلة كاملة، ونهار ثاني اللي هو يوم السبت الصبح أو الظهر يتحركون يرجعون لدواماتهم. طبعا ميزه الشاطئ هذا فريد من نوعه في المنطقه هذه. شاطئ قلنا ما نوصل الا عن طريق المركب او الطراد، والشاطئ محاط كله باليبال مثل ما تشوفون في الصوره الخلفيه عندي انا. الشاطئ محاط كله باليبال، هذا يعطي جمال للمنطقه هذه، يعني يعتبر شاطئ خاص. مرحبا اخواني، حاليا جاهزين، لبسنا عدتنا وجاهزين ان شاء الله لنبدا غوصتنا. راح ننزل وروح الشاطئ بالمركب، عن طريق الشاطئ ان شاء الله راح نبدا نغوص. طبعا اخواني قبل ما انزل بخبركم اليوم عن نظاره الغوص. شو تميز من نظاره الغوص عن نظاره السباحه العاديه، او كيف يقدر الغواص ياخذ له نظاره تكون نظاره الغوص؟ طبعا نظاره الغوص تتميز ان فيها ميزه القطع الأنفية هذه. هذه فرق بينها وبين نظارة السباحة. نظارة السباحة قطع الأنفية مش موجودة، أما نظارة الغوص القطع الأنفية موجودة. طبعا القطع هذه لازم تكون طرية، لما يلبسها الغواص ويحس أنه عنده مشكلة في الأذن يضغط على الأنف بالمنطقة هذه ويعادل ضغط الأذن. والميزة الثانية اللي فيها نظارة الغوص أن الزجاج معالج حراريا، يعني لما واحد يشتري نظارة الغوص يتأكد الكلمة هذه اللي مكتوب عليها تمبرد جلاس او معالجه حراريا. طبعا كيف انا البس النظاره واتاكد ان النظاره هذه على قياسي انا؟ طبعا لما اروح اشتري نظاره ما اشوف الماركه ولا اشوف البراند ولا اشوف اي شيء، انا اهم شيء عندي انا النظاره تناسبني وقياسي انا. طبعا عشان انا اي اشوف نظاره في محل غوص اشتري نظاره جديده احط النظاره بالطريقه هذه، اجيب الزجاج السيور بالامام احط النظاره في الوجه بالطريقه هذه
شو اسوي في اللحظه هذه؟ انفخ هو من الخشب او من الانف، اضغط اشفط الهواء. اذا النظاره هذه لصقت على وجهي ومره ثبت ما طلعت هواء، معناه ان النظاره هذه قياسي 100%. خلونا نجرب. طبعا نتاكد اذا كان شعري طويل ما اخلي الشعر يكون في النظاره. ليش؟ لانه راح يسوي فتحات هنا، المسامات هذه راح تدخل هواء او تدخل المي لما اكون في العمق، يعني طلع هواء وراح تدخل لي المي. خلينا نجرب نحط النظاره على وجهنا بالطريقه هذه، راح نشفط منها هواء، اشفط هواء من خشبي. شفتوا لما سحبت النظاره كان فيها مثل شفط، يعني ما طلعت النظاره بسهوله، معناه ان النظاره هذه قياسي انا. كيف ابدا البس النظاره؟ طبعا حد يلبس النظاره الخلف اول بعدين الامام، او حد يلبس الامام عقب بعدين الخلف. طبعا موقع السيور الخلفيه تكون في المنطقه هذه، في المنطقه هذه ما تكون تحت وايد، والنظاره ما تكون على الاذن، النظاره تكون بالطريقه هذه، السيور تكون بالطريقه هذه، مو جايه على الاذن، تكون جايه بالطريقه هذه فوق الاذن. طبعا كيف اشد عليها؟ اكبر خطا لما تشوف الناس لما يشدون اي نظاره عندهم يشدونها بالطريقه هذه، هذه خطا. السحب يكون تثبيت المقاس بالطريقه هذه للخلف. وهذه هي نظاره الغوص، وهذه طريقه استخدامها، وكيف انا اعرف القياس. عرفنا اليوم الامور هذه. طبعا نزلنا حاليا بدايه المنطقه، مثل ما تشوفون المنطقه بدايتها منطقه رمليه، حاليا متوجهين الى المنطقه اللي فيها الصخور المرجانيه. طبعا شوفوا ما شاء الله جمال المنطقه هذه بدايتها، راح تشوفون كل ما نتقدم عن الجبل، احنا حاليا بعيدين عن المنطقه الجبليه، قاعدين نتقدم ونروح الى المنطقه الجبليه. طبعا راح تلاحظون فرق بين التضاريس بين المنطقه هذه وقريب الجبل. طبعا تشوفون هذه عوالق البحر، العوالق هذه نحن نسميها بلغتنا المحليه الدلخ. العوالق هذه مرات تسبب ان تكون نسبه الرؤيه في العمق ضئيله جدا. اذا العوالق اليوم ما كانت موجوده في اللقطه هذه راح تشوفون ان الرؤيه تكون افضل بكثير من الرؤيه الحاليه. طبعا حاليا بنقدم ورايحين ان شاء الله الى المنطقه الجبليه. هذه طبعا نوع من انواع القنافذ البحريه، وهذا الشعب المرجاني الموجوده في المنطقه هذه، وهي الاسماك تعيش قريب القنافذ البحريه، هذه الاسماك الصغيره الدقيقه هذه تكون موجوده قريب القنافذ البحريه. طبعا الميزه في المنطقه هذه يا اخوان ان المنطقه هذه تقدر تنزل تغوص فيها من الشاطئ، يعني لما تخيم على الشاطئ تقدر تلبس معداتك وتنزل تغوص وتوصل للمناطق هذه، يعني ما يحتاج انه يكون القارب موجود على المنطقة هذه وتنزل من القارب، تقدر تمشي من الشاطئ مع المعدات تبدأ تنزل وتوصل للمناطق هذه. شوفوا نظافة المنطقة، رغم انه يجوها عدد كبير من الغواصين وسواح المنطقة هذه، بس ما شاء الله شوفوا المنطقة نظيفة، ما فيها أي شيء يدل انه في تلوث أو أي شيء، الحمد لله الأمور طيبة. طبعا اخواني مثل ما خبرتكم ان النظاره هذه كيف ننظفها، هذه حاليا انا راح ادخل الماي في النظاره من اعلى لين نص النظاره، والحين ببدا بضغط وبرفع راسي فوق شويه وبطلع هو من خشمي ومن انفي، بطرد الماي عن طريق الهواء اللي طالع من الانف. شوفوا راح اعيد لكم مره ثانيه، دخلنا ماي من فوق للنص النظاره، حركنا ونظفنا النظاره، حاليا راح نضغط ونطلع
الهواء واللي هو راح يطرد الماء الموجود في النظارة. هذه هي الطريقة الصحيحة لتنظيف النظارة في العمق. طبعا واحد يقول ليش انظفها؟ طبعا تنظفها اذا النظارة ضببت. طبعا اختلاف درجة الحرارة بين درجة حرارة الماء ودرجة حرارة الجسم النظارة راح تسوي ضباب. او اذا مثلا دخل ماء في النظارة كيف اقدر انظف الماء واطرد الماء من النظارة؟ طبعا اخواني مثل ما تلاحظون المرجان هذا ابيض، طبعا هاي يسمونه بياض المرجان، هذا نوع من امراض يصيب المرجان. طبعا بعد فتره المرجان يصحى يرجع طبيعي، المرض هذا يبتعد عنه ويرجع المرجان طبيعي مثل ما كان. حاليا اعزائي المشاهدين مثل ما تشوفون تقربنا من المنطقه الجبليه، لاحظوا بدايات الشعب المرجانيه. طبعا اخوان مثل ما تلاحظون في اللقطه هذه، المنطقه هذه غنيه باسماك النيسر. اسماك النيسر طبعا تتحرك باسراب، اسراب تكون كبيره جدا تتحرك في المناطق هذه. الاسماك هذه دائما تعيش قريب من الشعب المرجاني او قريب من الصخور اللي تحت الماء. تلاحظون ان عددها كبير جدا في المنطقه هذه، يعني كل ما نتقدم نلاحظ ان النيسر موجود، كل ما نتقدم نشوف ان النيسر موجود بكميات هائله جدا. هذه طبعا نوع من انواع الشعب المرجاني اللي موجوده في المنطقه هذه. طبعا حاليا انا وزميلي في الغوص نكتشف المكان. طبعا اخواني شوفوا جمال المنطقة، حاليا موجودين احنا في المنطقة ثبتنا اعمارنا، شوفوا ما شاء الله كمية الاسماك اللي في المنطقة هذه، شوفوا روعة المكان وجمال المكان. شوفوا الألوان، شوفوا جمال المنطقة. هذه طبعا سمكة الفقر أو حد يسميها القراب، طبعا كل منطقة لها اسم. طبعا السمكة هذه نحن نتجنب نلمسها أول شيء، لمس الأسماك البحرية مثل هذه مثل الفقر
حساسة جدا، فتأثر عليها وتأثر على جلودها. فنحن ما نحب أو يعني ما نتمنى أن أي غواص لما يغوص يلمس الأسماك هذه. طبعا شوفوا حركتها كيف، السمك هذه من أكثر الأسماك يعني من يعني أغرب أنواع الأسماك في الحركة، السمكة هذه الفقل. شوفوا حركتها كيف تتميز السمكة هذه، أن عيونها بارزة، عيونها بارزة جدا، يعني حتى من بعيد أنت لو تقدمت عليها يعني من مسافة بعيدة راح تبين عيونها، بروزة العيون فيها، وفيها أسنان حادة جدا. الأسنان هذه لو تحط فيها أي شيء، أي شيء داخل راح تنكسر، يعني يقرضها وتكسرها. طبعا هذه سمكة صندوق، السمكة هذه إذا حست بخطورة تنفخ أمرها، راح تنتفخ. هي يسمونها سمكة الصندوق، عندنا أنواع وأشكال منها وعندنا أحجام، هذه تعتبر صغيرة جدا هذه. طبعا لو تلاحظون احجام المحار في المنطقه هذه كبيره جدا، يعني ما شاء الله الحجم هذا قاعد يوصل اكبر من راحه اليد، يعني اذا جبنا يدين رصقناها في بعض الحجم المحار اكبر من راحتين اليد. شوفوا ما شاء الله سبحان الله جمال المنطقة، روعة المنطقة تحت الماء. شوفوا الشعاب المرجانية والكم الهائل من الأسماك المرجانية في المنطقة هذه.
المنطقة هذه فيها ما شاء الله عدد كبير من السلاحف، وحالفنا الحظ أن نشوف السلحفاة هذه. طبعا المنطقة هذه مثل ما خبرتكم منطقة مخصصة للشعب المرجانية، وفيها من السلاحف وفيها من الكائنات، يعني أغلب اللي موجود في المنطقة هذه اللي هي الأسماك المرجانية، وفيها بعض أنواع السلاحف في المنطقة هذه. طبعا لو تلاحظون بالصورة الأفقية للمنطقة ما شاء الله الكم الهائل من الأسماك المرجانية، أنواع وأشكال من الأسماك المرجانية في المنطقة هذه. مرحبا اخواني اعزائي المشاهدين، ردينا لكم مره ثانيه بعد ما خلصنا الغوصه على شاطئ مارتيني او شاطئ قلقلي. طبعا الاسم الدارج عند الغواصين شاطئ مارتيني، والاسم المحلي للمنطقه هذه شاطئ قلقلي. طبعا الحمد لله غصنا اليوم وخلصنا غوصاتنا. طبعا اخواني حبيت انوه نقطه واحده بس، مثل ما تشوفون معانا في الموقع سواح او رواد المنطقه هذه. طبعا المنطقه هذه مثل ما خبرناكم بدايه انها من احلى الاماكن للتخييم. النقطه اللي انا بنوه فيها محافظه على نظافه المنطقه. طبعا دائما الجماعه اللي يجون هنا والغواصين والمرتادين المنطقه هذه الحمد لله فضل الله ان ثقافه محافظه على البيئه البحريه موجوده عندهم كلهم. فبعد ما يخلصون الجماعه اذا جينا ناخذ نلقي نظره على المنطقه هذه راح نشوف المنطقه نظيفه مثل ما جوها، تركوا المنطقه مثل ما هي ما كانت اول. يعني الحمد لله فضل الله الغواصين ومرتادين المناطق هذه متعودين على انهم يحافظون على البيئه البحريه. نحن كغواصين دائما لما نغوص اذا شفنا اي شيء موجود في الماء دائما نشيلها معانا ونطلعها معانا. واتمنى انكم استمتعتوا معانا اليوم في الغوصه هذه، وان شاء الله راح نلقاكم في الحلقة القادمة في برنامج طلعت غوص.